سلمان الفارسي صحابي جليل ومولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول الفرس إسلاما وأحد رواة الحديث النبوي. يرجع أصل سلمان إلى منطقة في إقليم شيراز بفارس اسمها كازارون. ذكر ابن عساكر في نسب هذا الصحابي الجليل أن اسمه هو روزبا ابن يوذخشان ابن فيروز ابن شهرك، كان يدين بالمجوسية ولم يكن مقتنعا بها، بل وجد عليها آباءه عاكفين فورثها عنهم، ولما اشتد شكه في ديانة أهله ترك بلاده فارس. انتقل بين البلدان ليصاحب رجال الدين القساوسة، لكنه لاحظ أن القسيس الذي يرافقه لا يعطي للفقراء من عطاياه على كثرتها، ولما توفي سار خلفه على نهجه. وصف له أحد الرهبان ظهور نبي في بلاد العرب، فقرر المغادرة للبحث عنه. اتفق سلمان مع قوم من بني كلب لينقلوه إلى بلاد العرب، فغدروا به وباعوه إلى يهودي من وادي القرى، ثم اشتراه آخر من يثرب من بني قريظة. بعد رحلة طويلة وصل عبدا إلى المدينة المنورة، ولما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم التقاه وشهد بنبوته بعد اقتناعه برسالته، أعانه النبي وأصحابه على مكاتبة مالكه حتى أعتق. كانت غزوة الخندق أولى معارك سلمان تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. عمل الرسول بمشورته وحفر الخندق مع صحابته، حصن به المدينة من جيش قريش وحلفائها، فنصره الله عليهم نصرا مؤزرا، وردوا على أعقابهم خائبين، ثم شهد معه باقي الغزوات. أعلى الرسول الأكرم من منزلة سلمان. روى أنس بن مالك عن النبي قوله: الجنة تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. كما روى أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سابق ولد آدم، وسلمان سابق الفرس. بعد وفاة النبي محمد شهد سلمان الفتح الإسلامي لفارس، وتولى إمارة المدائن في خلافة عمر بن الخطاب، وتوفي في خلافة عثمان بن عفان بالمدائن سنة 33 للهجرة.